سعر الأراضي ارتفاعه هو يجي بناء على يعني العرض والطلب. ما اليوم الدولة ما عندها ما يوفر كمية السكن المطلوب، قائمة طلبات السكن طلبات الإسكان كبيرة، فالدولة اتجهت إلى عدة مشاريع، عدة بدائل أو عدة مداخل لزيادة الرصيد العقاري، منها مشروع مزايا، منها مشروع أنه قلل مساحة الأراضي. يعني لو رجعنا إلى قبل خلينا نقول 15 أو 20 سنة، مناطق السكن الخاص كانت مساحة الأرض 500 متر ومناطق السكن الخاص بها كانت 300، فاضطر التخطيط هنا أنه يرجع ويقلل مساحة الأراضي على أساس يوفر كمية أكبر من الأراضي إلى الطلبات الموجودة في هذا، ومنها أيضا زيادة الرصيد العقاري. والعملية هي ماشية بالتدرج حسب متطلبات السوق وحسب متطلبات الضغط السكاني الموجود في الدولة. لما نجي نحدد طبيعة الاشتراطات، ارتفاعات المباني، استعمالات الأراضي، الكثافة العمرانية، الكثافة السكانية، الأمور هذه كلها لها علاقة بالعمران نفسه. المواطن البسيط العادي يأخذها كيونت عنده هو كوحدة واحدة تخصه في غرفة الارتداد والارتفاع ومساحات الغرف ومساحات المداخل وما أعرف إيش.